لي. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. مع حلول سيد الوزير، مع حلول موسم الصيف يلجأ المواطنون إلى الشواطئ من أجل الاستحمام والاستجمام، إلا أن مخاطر التلوث من جهة وضعف البنيات التحتية بالشواطئ من جهة ثانية، إضافة إلى مخاطر الغرق خصوصا في الشواطئ غير المحروسة تهدد راحة المصطافين. لذا نسألكم سيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل ضمان راحة المصطافين على الشواطئ؟ شكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير إجابة السؤال. شكرا سيد المستشار المحترم. أش قلت راه كانوا يعني كان سؤال كان غادي يعاونني شوية، ولكن باقي بس غنقول لي ما قلت، ولذلك لما جاوبت على شي حوايج هضرين. أولا ملي كنتكلموا على الشواطئ، هي منظومة يعني متكاملة متعددة المتدخلين مندمجة في نفس الوقت. كاين الدور طبعا ديال الوزارات المعنية يعني وخاصة وزارة البيئة في المراقبة وليس في التدخل. طبعا كاين دور ديال الجماعة الترابية بدعم من وزارة الداخلية ووزارة البيئة فيما يتعلق برامج البيئية، خاصة تطهير السائل، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية، هذا أيضا كيساهم في التحسن. ثم أيضا كاين يعني المجتمع المدني طبعا على رأسه المؤسسة يعني العظيمه اللي كتقوم واحد الجهد كبير جدا فيما يتعلق بالبيئه، وخاصه الاعلان عن اللواء الازرق باش كنشجعوا التنافس به. ولكن كاين عمل كبير وكبير جدا كيقوم به الجماعه الترابيه. انا شهاده لله الجماعه الترابيه عندها استثمارات مهمه في هذا المجال وتدخل مهم في هذا المجال، والحمد لله كاين نجاحات معتبره. ثم ايضا جمعيات المجتمع المدني، تعرفوا الان السباق اللي حاصل، احنا غنعلنوا قريبا على جائزه الحسن الثاني للبيئه، تنافس في مجلات متعدده بما في هذا المجال، تنافس بين الجمعيات، يبقى كاين واحد الوعي بيئي ان صح التعبير، جماعي فردي يعني محلي في هذا المجال. ولكن اللي بغي نقول غادي واحد الجواب، انا نقول لك راه وصلنا ل 13 مليون سائح لولا الجائحه، و 80% ديال هاد السياح كيمشيو للشواطئ، هذا دليل الحمد لله على الشواطئ ديالنا عموما جيده. فبقاتنا كما قلت لكم 13% اللي قلتها للسيد المستشار المحترم، انها يمكن ان نتعاونوا فيها ان شاء الله باش تولي عندنا 100%، وان كان يعني اداء البشر مره كيخسر لنا هذا الشيء. كنتمناو ان شاء الله اننا نتعاونوا على هذا الشيء باش تكون شواطئنا كلها في المستوى. شكرا السيد الوزير.